هنا كنهضر مع الدوله، مع الدوله والدوله والسي الحموشي. هاد السيد هذا راه خصك تقلب عليه يتلقى يتضرب بالقانون ديال هادشي تاع الكوارث. هذا خصو يتضرب بالقانون تاع الكوارث، يا ما عرفتش 10 سنين ولا 20 عند الحبس. هذا خصو يتشد، خصو يتعتقل ضروري ضروري، ويدار عليه بيان، ماشي تشد بالسكات، يتشد ويدار عليه بلاغ، يدار عليه بلاغ. هاو شنو كيقولوا، هاو شنو كيقولوا، كاين باغيين ينشروا الرعب في البلاد، باغيين يستغلوا الكوارث لاغراض فيها البث نتاع الزعزعه ديال سميتو، وفيها تشفرت، راه فيها حتى الجانب الجنائي ديال تشفرت، يخرجوا عباد الله من الديور. والخطير ان في الواتساب هذاك الاوديو كينتشر، انتشر الاوديو من عمي. مره اخرى كنقول للاخوان والاخوات المغاربه، الله يحفظكم اخوتي المغاربه، وهذا الشيء خصو تبارطاجه مع الناس اللي شويه ما قارياش، الناس اللي كبيره في السن. سميتو سعد ولا سعيد عبد العزيز ولا اسعد عبد العزيز، واحد بولحية كيدير فيديوهات بزاف وعندو لوديونس، وكان كيقول شي حويجات. المهم الله يعاون، فهاد الشيء نتاع الزلزال ولا كيفتح اللايفات ولا يتكلموا على الدجال الاعور والغضب الالهي، وقال لهم مازال غيجي زلزال واحد اخر ومازال غتشوفوا هادشي اللي نقول لكم، وانتوما والمغرب مازال غيجيه كذا وغيجيه كذا. المهم هذاك السيد بعدا الا كان شي واحد كيعرفو يبارطاجيلو هذا اللايف نتاعي الله يرحم والديه، لان طلبت له انا الكيست باش نهضر معاه نصحو واحد النصيحه، ولكن ما بغاش يقبل الكيست، وحتى التعليقات نتاعي ما كيقراهاش. هذاك ولد وجده، اعتقد ولد وجده، لان لاكسون ديالو ديال وجده او المناطق المجاوره جدا لوجده. هذاك الانسان بغيت نقول له سير الدواء، راك مريض. اللي كيعرفوا الله يجازيكم بخير، انا كنهضر معكم بكل اخويه. هذاك السيد سي تام بسيكو، لا لا ماشي تاجر دين، لا لا لا، هذاك انسان بسيكو، فهمنا؟ هذاك مريض نفسيا، وانا غنتنبأ له هو كيدير كيعلم الغيبيك، انا غنتنبأ له هو بانه راه في حدود، الا ما مشاش للطبيب في ظرف عام غادي يولي يخرج للشارع يبقى يضرب الحجر يشير بالحجر، لان الاعراض ديال الذهان راه فيه، هذيك الاعراض نتاع الذهان. وكنتكلم معكم بصدق وما يعني بمعرفه ديال الناس اللي كنعرفهم عندهم اعراض بحال هذه، وفي التالي تفروحوا طار لهم الفريخ. هذا السيد هذا اللي كيعرفه يهضر معاه يقول له سير جري عند الطبيب داوي راسك. سميتو سعد عبد العزيز ولا اسعد عبد العزيز ولا ما عرفت داكشي، داير واحد الحويه بحال هكذا، مره يسب مره يخسر الهضره مره يسب الامهات، مره يدير فيها وعيد، مره الدين، مره الاسلام، يجيب ربي يجيب الرسول، مره يقول المهدي المنتظر. اذا هذه الاعراض نتاع واحد بسيكو، كنقولوا له بغى يقلد كادر في قمجه. لا حول ولا قوه الا بالله، البيستاشيين والله العظيم بالله. بالمناسبه كنحيي واحد البيستاشي عندكم، واحد ولد الكلبه كنحييه، واحد بني كلبون راه فاتح اللايف دابا في هذه اللحظه هذه، كنقول له بلاتي، ها بلاتي عليك، راه جايك وقت، ماشي هذا الوقت ديال اني نتلاها معكم. المهم الا بغيتو تعرفوا راه حل اللايف دابا. اذا غادي نبقى مع هذاك خانه وهذوك الناس اللي متبعينه، وشي وحدين كيقولوا له عندك الحق وكذا وكذا. عند هذاك اسعد ولا سعيد ولا عبد العزيز ذاك الوجدي طارق، من بعد هادو البيستاشيين، من بعد مازال حتى تلاو مع حريرة، دابا نهضروا على علينا حنا المغاربه ديالنا اللي كيخرجوا. اش غندير دابا؟ واش غتهضر معاه بعقلك دابا تشرح له البغل، تشرح البسيكو، تشرح اش غتشرح؟ السيد كيتشفى في ناس ماتوا، ناس ماتوا، ناس في القرى، ناس حتى الا بغاو يديروا الذنوب ما عندهمش فين يديروا الذنوب. هادو اللي ماتوا، يا المتاسلم، يا اللي كتدعي انك مسلم وكتكلم بالاسلام، هادو حتى الا بغاو يديروا ذنوب اللي كتكلم عليها انت ما عندهمش كيديروا، راهم في الجبل. اراك بهالطريقه تسيء الى الاسلام والى الدين الاسلامي والى الله سبحانه وتعالى. حاشا ولا يرضى. مع من غتهضر دابا؟ كي غدير تشرح لهذا الذهاني، لهذا المريض اللي كنقول لكم قولوا له يمشي للطبيب، ولا لدوك الناس اللي راهم متبعينه؟ كيفاش تشرح للمريض البسيكو الذهاني بان الزلازل هي التي شكلت الارض اللي راك عليها الان هنا؟ لولا الزلازل لما توفرت شروط الحياه فوق هذه الارض، انها سنه من سنن الله سبحانه وتعالى، انها وسيله من الوسائل التي خلق بها هذا الكوكب وماشي غير هذا الكوكب، يعني سنه من سنن الله سميتها الزلازل،
هاد القارات الان وهاد التشكل الجغرافي وهاد المعادن وهاد الشيء نتاع الماء وكيفاش واش ما شفتيش يا قندح بن زندح واحد العدد نتاع العيون ديال الماء طرطقات الان في الحوز وفي تالودانت وفي الرزازات العيون تاع الماء طرطقات سنه من سنن الله ايها الغبي ايها العبيط شحال من حاجه فيها بحال الحديد فيها منافع للناس وفيها مساوئ اي حاجه خلقها سيدي ربي بمن فيه انت انت كلك مساوئ ولو كانت فيك واحد الحسنه هي انه سيدي ربي كيقول شوف بنادم اللي ما يمشيش يداوي راسه هاكي غيولي في التالي هاكي غتولي بحال هذاك اللي السيد مهزوز مهزوز لا علاقه لا بالاسلام لا بالدين لا براسه لا بالاخلاق لا بالتربيه دونك سيت ان بسيكو وهذوك اللي كيقولوا له عندك الحق دعونا نشرح لكم بالخشيبات ما يلي ما نسميه نحن بالكوارث الطبيعيه الزلازل الفيضانات الرياح الحرائق ما نسميه نحن كبشر علاش لان نحن ضعاف حنا مخلوقات ضعيفه حنا مخلوقات ما نسميه نحن بكوارث عند الله سبحانه وتعالى سنن سنن من سنن الخلق نتاع الكون ديالو وسير اقرا على الفوائد نتاع الرياح وقرا على الفوائد نتاع الحرائق وقرا على الفوائد نتاع الزلازل وقرا على الفوائد نتاع هذه الكوارث كامله سيدي ربي دايرها قوانين في ناموسه الاعظم كاينه قوانين قوانين ربانيه سنن ربانيه هي اللي عاطيه الحياه وإلا ما تعرفش الدور نتاع الرياح في نقل الحياه من منطقه الى اخرى في تخصيب الاشجار والنباتات سير تقرا العبيط سيروا تقراوا راكم تريحتوا الدل على راسكم والزلازل ايضا سنه من سنن الله سبحانه وتعالى منذ خلق هذه الكره الارضيه من نهار تخلقت هذه الكره الارضيه وهي تخلقات بفعل الزلازل والزلازل غتبقى وغتجي دائما ماشي انت اللي غتوقعها المشرك بالله المشرك بالله بارطاجيو معاه قولوا له يجي يتفرج يستافد شويه يدير شويه عقل ولا يمشي للطبيب بارطاجيو معاه انا كنقول له خصو يمشي للطبيب هذاك راه فيه الذهان فيه الذهان قول لي امتى وقفت الزلازل في التشكيل تاع الكره الارضيه عبر التاريخ عاد غادي نجيك الحوايج اخرين المناطق اللي عندها علاقه بالزلازل المناطق الزلزاليه يعني ذاك الخطوط نتاع الزلزال اللي كاينه في التشكيل تاع الكره الارضيه كامله قال لهم انا عاد غيجي زلزال اخر غيضرب في المغرب وربطها بالمهرجانات وربطها بكذا هذوك الناس اللي في اوريل كانوا في المهرجان الناس اللي كانوا في الحوز كانوا في المهرجان لماذا تخلطون الامور هكا لماذا الزلزال يا غبي يا عبيط يا مشرك بالله وباقي الكوارث الطبيعيه في علاقتها مع سيدي ربي ومع الدين ديالنا الاسلام منبهات بحال المرض جاك مرض تنتبه الى انك انسان ضعيف وكلنا حمدناك يا ربي وشكرناك جميعنا مهما بلغت قوتنا نحن كانسان زعما وعندي الفلوس وعندي القوه والصحه ملي كيجي زلزال ولا شي كارثه طبيعيه ولا مرض ولا شي حاجه شخصيه اللي كنت ولا لواحد الجماعه معينه كتولي ترجع شويه عند ربي كتفقد كتقول راه الموت راه عايشين على خيط رفيع جدا في اي لحظه تقدر تموت اذا كتنتبه باش ما كنتيش تصلي ترجع تصلي الا شي واحد درتي معاه العيب تسامح معاه هذا هو الهدف الاسمى نتاع هذا الشيء اللي كيوقع للانسان عند سيدي ربي ماشي يموت الناس انتقاما من الله على شي حاجه راه عندك في راسك انت الله ما كينتقمش بهذه الطريقه هذه الاربعه ديال المشركين اربعه ديال المشككين في الذات الالهيه والعظمه نتاع سيدي ربي والقدره ديالو على الرحمه نتاع العباد نتاعو على ما كنهضر كنهضر على واحد الوجدي سميتو اسعد ولا سعيد ولا وما كنت لاحدث لولا ان عنده المشاهدات بزاف وكيعاود لهم ذاك الامراض النفسيه نتاعو سي تان مالاد كنقول له سي تان بسيكو فيه الذهان واحد المرض نفسي سميتو الذهان يمشي يداوى وإلا ما مشاش نقسم لكم بالله انه في ظرف عامين غادي يجيكم الخبر ديالو بانه ولا كيشير بالحجر في الشوارع وكيتعرف في الشوارع الاعراض نتاع الذهان هذيك ما فيهاش نقاش والاخرين كيتبعوه كي عندك الحق فاش عنده الحق فاش عنده الحق وما واحد المره يقول لهم لا راه اسرائيل مع الماسونيه غادي يديروا لكم واحد الذبذبات غيصنعوا ذبذبات في البحار ولا ما نعرف فين باش يديروا لكم الزلازل شوف السيد شنو يقول لكم السيد ذهان يا صاحبي مره يقول عقاب الهي مره يقول ودي راه مال المهرجانات ومن بعد يقول لهم لا راه اسرائيل غديرها والماسونيه سي ذهاني ذهاني سي تان مالا سي تان بسيكو بارطاجي مع الزمري يجي يمشي يداوي راسو
حول الا بالله. شكون هذا؟ راني قلت لكم الاخوان والاخوات نعاود نقولها، هذا خونا هذا واحد كيبان من الكنه نتاعو انه وجدي، كيكون يمكن في اوروبا في الخارج 100%. شو قريت انا شو قال لك راه كيكون في اسبانيا، كيفتح اللايفات البارح واليوم وكيعطيها لشي خزعبيلات وشي فرنسا، ساكن فرنسا يمكن. كاين واحد اخر عاود يزنسني، واحد يزنسني عاود، واحد المصيبه هذيك عاود، واحد كارثه، نفس اللوجيك نفس المنطق، غير هذه زادت لها الامازيغيه كتقول لك حنا امازيغ باغيين يفنيونا، نفس المنطق الذهاني والعصابي والبسيكوباتي، واحد العبيطه عاود كتكون فرنسا عاود، واحد الكارثه عاود عاودكم عرفتوها ما عرفتش سميتها هذيك، واحد المصيبه هذيك عاود، والماسونيه والخزرج ولا ما كتسميهم الخرزيين والخرزيين والخرز تخسر الهضره، الخزريين الخزريين والخزر والجزر والعزر، وغيديروا واحد المؤامره وهادشي كونتر الامازيغيين. الامازيغيين ما فيهمش الذهانيين هكا بنت عمي، شوف شوهتي بالامازيغيين، شوهتي بالامازيغيه، شوهتي بنيزناس، شوهتي بركان بنت عمي. الا كنتي بنيزناسيه ما نعرف، محال انا اشك، لان ملي قالوا لها تكلمي الامازيغيه قلت لهم لا ما كنعرفهاش، وهذه مؤامره عاود دابا تامروا عليها باش ما تعلمهاش الامازيغيه، هي بنيزناس مؤامره ماسونيه حتى هي. خويا فايدك شتا راح ها اش هاد النوع ديال البشر عندنا هنايا في هذا في هذا البلاد؟ شنو فين دابا المشكل؟ هاد التيك توك والله الا مصيبه بالله، هاد التيك توك راه مصيبه بنت، يوصل 1000 ابوني وكيفتح وكيبقى يهدرف وكيلقى يلقى واحد 10 يصفقوا له وكل واحد وزهره. هذا الوجدي هذا شي 1000 شي 1700 1800 تتفرج وتقول له عنده الحق، عندك الحق. في الاول قال لهم السبب الزلزال هو المهرجانات، من بعد قال لهم السبب الزلزال هو المؤامره ماسونيه كيديروا اللي فيبر ما عرف داك الشيء في بحار ولا في محيطات ولا، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما علينا، دابا نرجعوا الاخوان علاش كنتكلم على هذا الشيء؟ لان الاستهلاك نتاع الماده الاعلاميه في مواقع التواصل الاجتماعي خصو بزاف نتاع العقل. راه بدا يخرج واحد الاوديو عاود، هو اللي غنهضر فيه دابا عاود، واحد الاوديو خارج عاود من تاودانت ولا ما نعرف ذاك المنطقه، وانتشر انتشارا ناري في الهاشم في الواتساب. وشنو فيه؟ كيقول لهما عباد الله راه دابا كنحط لكم هذا الاوديو في الجروبات لان ما نقدرش نبقى نحط لكم في 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 في, في, في البريفي، وهذا الشيء بغيتكم توصلوه للناس باش يعرفوا بان واحد خويا ولا ولد عمو ولا خدام في المركز ديال الارصاد، الارصاد خدام في مركز الارصاد، راه قال لي راه الزلزال غيضرب هنا وغيضرب هنا وغيضرب هنا وغيضرب هنا، قال لهم البلاصه اللي غيضرب الزلزال، ودابا خصكم تقولوها للناس باش يخرجوا من ديورهم. شوف بغاو يخرجوا الناس من ديورهم، الناس اللي في وضعيه هشه. اولا كيجي حاجه سميتها الدوله والمراكز نتاع الدوله، والارصاد راه سميتو المركز الوطني للجيوفيزياء، وهذا المركز الوطني للجيوفيزياء لا يتنبأ ولا يتنبأ صاحبي، وهذا الشيء نتاع الزلازل ما فيهش تنبؤات، الشتاء الشتاء فيها توقعات ماشي تنبؤات، الامطار فيها توقعات. علاش؟ لان المركز الارصاد كيشوف السحاب اللي في البلاصه الفلانيه، كيقرا الرياح، كيقرا الضغط والدرجه والحركه وكذا وكذا، كيديروا دراسه، كيديروا واحد ليستيماسيون لان هذيك السحابه غتوصل غدا في 12 غتوصل تطوان، كيقول لك اودي منطقه تطوان غدا ان شاء الله غتطيح فيها الشتاء، لان دايرين دراسه الحركيه نتاع سميتو وداك الدراسه نتاع المناخ وكذا وكذا. يعني بحال واحد طلع فوق السمعه نتاع الجامع شاف واحد السياره صفراء جايه، قال لكم واحد السياره جايه غتوصل في العشيه، هذيك السياره واش غتوصل 100%؟ الا بغى ربي، لان ذاك السياره تقدر دير اكسيده في الطريق، هنا كتدخل الاقدار الالهيه والمشيئه ديال سيدي ربي. اذا اش كنسميو هذه؟ كنسميو توقعات، يعني الا مشات الشروط كامله كما هي راه غادي يوصل هذاك هذاك هذيك الطوموبيل غتوصل صفراء، حيت شافها هو، طلع السمعه شافها الفوق شافها عاشفه هي جايه، طلع لواحد البرج وشافها جايه، ولكن واش ضروري غتوصل؟ هنا كتدخل مشيئه سيدي ربي، هذيك الطوموبيل تقدر تطيح اونبان، تقدر دير اكسيده، تقدر تطيح في واد. هذا هو الربط بين شي حاجه اللي اسمها علميه وظواهر طبيعيه والقوانين والسنن تاع سيدي ربي مع القدره ديالو والمشيئه ديالو، لا اله الا هو. ماشي بداك الشيء ديال تاع الرافت، داك الشيء ديال الشعوذه، داك الشيء تاع المهدي المنتظر، وماشي بداك الشيء تاع المؤامره والماسونيه والزعسونيه والجاشونيه. راه اكبر مؤامره، اكبر مؤامره كاينه على هذه الشعوب هذه متخلفه هي انها تعتقد انها يعني مستهدفه بمؤامره. اذا بغيتي تخرج على شي مجتمع او شعب قول له انت متامر عليك، والله لا تفرها ما عمره يدير شي حاجه. علاش؟ لانه سيعتقد دائما انه مهما اشتغل ثم من يتامر عليه. اذا كيقول اللهم نضربها بالسكات ونضرب الشكوفه، ولا كنمشي كاشي نضرب كاشي ونجلس ونضرب الجوانات ونقول الماسونيه بنو اسرائيل المخزن الصوص دارتها لنا الدوله دارها النظام
هذه اللغه هذه هي اللي باغيينها بصح تكون عندكم في الراس، لان الا كانت عندك في الراس هذه هي المؤامره. المؤامره الوحيده على الشعوب المتخلفه هي ان تعتقد هذه الشعوب انها متآمر عليها. لان حين تعتقد انك محسود ومتبوع حاضر كعبد الرحيم، والله لا درتي شي حاجه. سيروا شوفوا داك عبد الرحيم كي داير. انا كنتمنى يا سيدي ربي داك عبد الرحيم نعرفوا وجهه كي داير وشنو خدام. يقولوا لنا وشنو خدام عبد الرحيم؟ والله ما خدام، اقسم لكم بالله داك عبد الرحيم ما خدام. وإلا كان خدام كيخدم يومين وكيجلس 10 ايام، علاش؟ لانه يعتقد انه حاضر من 86، لانه يعتقد انه متبوع ومحسود. علاش كيحسدوك عبد الرحيم؟ ما حسدوش حتى رونالدو. رونالدو صاحبي وما ادراك ما رونالدو. ما تبعو واحد، ما حسدو واحد، ما عينو واحد، ما طيحو واحد، ما ماسونية، ما مؤامرة، ما استازات. تضرب على كابو ولا تخدم، انت ضرب الشقوفة في القهوة ديال اش كتسماو داك النوع تاع القهاوي، الشقوفة في النوع هكذا ويديرو هكذا ويديرو هكذا. شفتي صدام حسين مازال حي؟ والله ما قتلوه، مازال غادي يخرج لهم صدام حسين. الدجال الاعور كيعرفوا في الدجال الاعور، ويناقش لك سوريا ويناقش لك التوالد ديال النمل ويقول لك التقسيط نتاع الرايب ويقول لك هادشي كامل كيناقشوا في 5 دقائق. والسوسي خدام مرده حاضيين ني نحضيك انت جالس في القهوه تما كضر لصقها وعليك كتقاص عليها نهار كامل. نحضي اخنوش اصاحبي، الا نحضي نحضي اخنوش، نحضيو اخنوش، نحضيو شكون قولوا لي؟ الجامعي، نحضيو الشعبي، نحضيو مول الضحى، مول سميت هذاك الشعبي، مول اسواق السلام. بالمناسبه رونالدو، رونالدو فتح الابواب نتاع لوطيل ديالو في مراكش لصالح اللي بقاو بدون ماوى في ذاك الزلزال. تحياتي لك يا رونالدو، ما نعرفش نقولها بالبرتغاليه، المهم انت اسمعها كالدارجه. خصنا رونالدوس ديالنا المغاربه، خصنا شويه ديال رونالدوس ديالنا المغاربه مولين نحبها. عندهم لوطيلات حتى هما ولا لا؟ ها ما عندكمش لوطيلات اخر رونالدوس؟ هذاك مراكش فيها رونالدو؟ ما تماش زعما تما شي واحد هكذا عاود شي جناح لي زاباروتيل تما لي زاباروتيل هذه هذه وزيد وزيد وزيد. اعطاكم درس اصاحبي، براني برتغالي وماشي مسلم وماشي مغربي. نرجعوا لهادو اللي كيستغلوا في هادشي. واعود مره اخرى لاقول للاخوه والاخوات اللي متبعين فيك نيوز، ايوا شنو دابا؟ يعني داكشي اللي قلتو كامل خصو يرجع بالخلف. شتي تحشي ما كيدير وليد؟ دابا انت غنديك مديرات معايا، انت دابا انت كنعول عليك انك تكون مساند. دابا صدق الضربه ديالي كاع في الزير، حشمتيني دابا وليد. شتي اش كدير؟ انا اصلا بنيت الاطروحه كامله باش ندير شويه نتاع الحث ديال الاغنياء ديال مراكش والاغنياء ديال المغرب. دابا درت لي كلشي في الزيرو، انت غادي نبلوكي. لا 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 لا، الا كانت فيك نيوز راه خصها تقال فيك نيوز. الا شي مسخ انا واجدين قالوا لي كيقولوا لي ديرنا في بلاصتو. المهم تحياتي في اطار التفكه. نرجعوا للاخوان لهادشي نتاع مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي ابن عمي، اللي بغيت الاخوان اللي كيستهلكوا شويه الماده التواصليه، قلتها البارح وقلتها اول البارح، ما تصيفطوش فلوسكم لهاد المؤثرين ديال فيسبوك ولا اليوتيوبر ولا الانستغرامر ولا التيك توكر. فلوسكم ما تصيفطوهمش لهاد القناطيح الصناطيح بما فيه هاد السنطوح هذا. انا اكبر سنطوح هو صنر الحراره اليوم، واحد الحراره كاع.